رجعنا وياكم من جديد مشاهدينا، وضيفتنا صارت جاهزه بالاستديو، هي الدكتوره نورهان عالمدار اختصاص طب اسنان. صباح الخير دكتوره. صباح الخير عليك دكتوره. صباح الخير. اليوم راح نتكلم موضوع ما هي مخاطر الحمل بالنسبه للاسنان. اول شيء احنا خلينا نشوف انه الحمل شيء حلو طبعا لكل النساء، اوكي؟ ثاني شيء عندنا بالخلال الحمل الشيء المعروف انه جسم المراه كله يتغير. تصير تغييرات هرمونية شاملة كاملة، يعني كل شيء بجسم المرأة راح يتغير، إحساسها بالأشياء كلها راح يتغير، فهذه الحالة راح يسبب تأثير على الأسنان. راح يكون التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يعني مثلا عندنا خلال الحمل هرمونات الأستروجين بروجسترون تزيد، خلال زيادة هذه الهرمونات راح يزيد تدفق الدم داخل الجسم. تدفق الدم زيادة داخل الجسم راح يأثر على صحة اللثة وعلى صحة الأسنان. اوكي، هاي اذا قلنا على تاثير الهرمونات. التاثيرات الثانيه اللي تصير عندنا مثلا، عندنا اكثر يعني الحوامل راح يعانون انه عندهم استرجاع اوكي او قيء. هذا القيء راح ياثر على اللعاب، والبي اتش الموجود داخل فم الحامل، المراه الحامل. يعني هو البي اتش الطبيعي احنا عندنا لازم يكون قاعدي، اللي هو لازم اكثر من 7، لكن انه بحاله القيء مثلا راح يصير بي اتش داخل الفم راح يكون حامضي. هاي البيئة الحامضية هي بيئة مفضلة للبكتيريا انه تنمو داخلها وتفرز الاسيد مالتها، اللي هو يأثر ويسبب تآكل الاسنان. اوكي تمام. مثلا هسه احنا عندنا زيادة بالهرمونات، طبعا هو مو كل الحوامل راح يعانون من هذا الشيء، بس نقدر نقول 50 الى 70% من الحوامل راح يعانون من التهابات اللثة اللي تكون موجودة فقط خلال فترة الحمل، أكثر شيء خلال اللي نسميها سكند وثيرد ترامستر، يعني الأشهر مو الأولى، الأشهر الثلاثة الوسط والأشهر الثلاثة الأخيرة. تمام. شغلات ثانية ممكن تعاني منها إنه المرأة الحامل هي أورام، هاي الأورام تكون أورام حميدة مو أورام خبيثة أو شيء. وين ممكن تكون دكتورة هذه الأورام؟ داخل الفم، إحنا اليوم نحكي داخل الفم، فهي مثلا تلقي نتوء تكون على السن او على اللثه موجود. يمكن هي اول مره راح تهمل لانه هو صغير، بس من راح يزيد حجمه راح تنرعب من عنده، تقول انه هذا الشيء خوف او شيء، بس هو مو شيء خوف، هو مجرد انه تغييرات هرمونيه صارت بالجسم اثرت على اللثه، خلت هذا النتوء يبرز شويه شويه، احتمال يكبر احتمال يبقى نفس الحجم. فاللي مطلوب من الحامل مثلها مثل اي شخص عادي انه الاعتناء بالاسنان، لكن الفرق اللي راح يكون هي كمية الاعتناء بهذا الأسنان. يعني مثلا تشوف انه هي خلال الأشهر الأولى ما راح تحس بشيء، مثلا الأول والثاني والثالث يجوز ما تحس بشيء، تبدي بالثاني تحس بتغييرات باللثة مالته. أول فترة تحس مثلا اكو صار احمرار بسيط، هذا الاحمرار وراء أسبوع اثنين ثلاثة هيك يزيد شوية. لما بدأت تحس انه هذا الاحمرار هاي الزيارة تزيد، فالمفروض انه هي رأسا تراجع طبيب الاسنان. أوكي. ليش احنا عندنا الحامل راح تتاثر اكثر؟ قلنا اضافه للهرمونات، تغييرات الجسم اللي راح تصير بداخل الجسم تخليه يتحسس اكثر. يعني هسه مثلا شخص عادي عنده كميه بلاك اللي هي تتكون بعد الواحد ما ياكل، اللي تتكون على الاسنان بلاك اللي هو نتيجه عدم التفريش المباشر بعد الاكل. استجابتها لهذا البلاك راح تكون مضاعفه عن الشخص العادي. يعني كميه بسيطه جدا اللي ممكن الشخص العادي ما يتاثر بها نهائيا، المراه الحامل راح تتاثر بها. أوكي. حالها حال بقيه الاشياء اللي ممكن تتاثر بها المراه. يعني احنا هسه مثلا نقول اذا هي مخططه تجيب طفل او هيجي، فالمفروض انه تسوي فحص الاسنانها. تمام. نجي على بعض الحوامل يقولون احنا بدنا نفقد سنه خلال الحمل، او احنا ويا كل حمل يعني نفقد سن. تساقط الاسنان. تساقط الاسنان. هذا الشيء يصير سببه التهابات لثة هي كانت موجودة قبل زين، بس هي ما تحس بها بالبداية، بس نتيجة الحمل راح تحس بها أكثر. أوكي. الالتهابات هذه تزيد ويا الحمل. أوكي. زين، لأنه إحنا قلنا شو اسمه الدم ده يزيد التدفق مالته بداخل جسمها. أوكي. زين، فهذا الشيء راح يزيد عندها الالتهابات، من الالتهابات زادت راح يؤدي إنه مثلا إذا أنت استجابتي للإنسان يعني المرأة العادية استجابت لهذا الالتهاب. أوكي. وزيادته خلال اسبوع يجوز المراه الحامل تستجاب 3 ايام هيك شيء. تمام. يعني احنا هذا نحكي مو شيء ثابت، بس
كمعدل يعني. اوكي. يعني تحسسها يكون اكثر لل زين دكتوره، العلاجات والادويه اللي تاخذها المراه الحامل اللي تخص اسنانها، حاله حال المراه العاديه اللي هي مو حامل نفس الشيء لو تكون يعني كل شيء دقيق بالتشخيص بالعلاج؟ اوكي. احنا هسه احنا اول شيء راح نحكي عليه العلاج، وبعدين بالاخير راح نقول على الوقايه. نعم. بالنسبه للعلاج، اذا هي عندها الم كلش قوي فاحنا لازم باي شهر من الاشهر، اي اسبوع من الاسابيع اللي هي بها الحمل، لازم تسوي علاج الاسنان. ليش؟ لانه عندنا علاج الاسنان مو مضر، بس الادويه اللي تاخذها مضره. يعني مثلا احنا عندنا شنو الادويه اللي ممكن الحامل تاخذها؟ اشياء كلش بسيطه، يعني اموكسيلين ممكن تاخذ، باراسيتول ممكن تاخذ. اشياء البقيه راح تاثر لها على الحمل مالتها، فتاثر على الجنين. فالافضل انه تعالج اسنانها عن انه تاخذ الادويه، يعني قد ما نقدر نبتعد عن الادويه. بس اكو حالات مثلا هي قبل كانت مهدده باسقاط او كان عندها حمل مو ثابت، فبهالحاله احنا نتجنب انه نشتغل بالاشهر الثلاثه الاولى. اوكي. تمام. بس نقدر نشتغل بالاشهر الوسط والاشهر الاخيره، ثلاثه الوسط وثلاثه الاخيره. طبعا هو الثلاثه الاخيره شويه نتجنب انه نشتغل بها، ننتظر انه يعني تجيب يلا تولد يلا نسوي، بس الاشهر اللي بالنص هذه نشتغل بها والشغل يكون بها كلش امن. الاشياء اللي تقدر المراه الحامل تسويها هي الاشياء الضروريه، يعني مثلا قطع العصب تقدر تسوي. اوكي. تمام. تقدر تسوي التنظيف، هذا التنظيف لازم خصوصا اذا عندها التهابات باللثه وحست انه عندها التهابات، وفرشه ما تكفيها وحدها وخيط الاسنان ما يكفي، فتروح تنظف على الاقل مرتين خلال الحمل. اوكي. ليش راح تروح تنظف ما تعتمد على نفسها؟ لانه اكو مثلا شكل اسنان بيكون اكثر عرضه انه هذه البلاك يتجمع عليه، سطحها يكون خشن مثلا او يكون بها بروزات اكثر، فالتجمع اللي يكون عليها يكون اكثر، تجمع البلاك والاكل عليها يكون اكثر. زين دكتوره، شلون ممكن الحامل تعتني باسنانها اكثر من الشخص الطبيعي؟ يعني شنو الاشياء اللي ممكن تسويها اكثر؟ شنو الاشياء اللي ممكن تسويها؟ اول شيء هي خلال فتره الحمل يمكن شويه راح يصير بهم اكو يصير بهم كآبه. أوكي. فراح يهملون نفسهم شويه. تمام. فاول شيء لازم تسوي على الاقل مرتين تفريج باليوم. أوكي. غير التفريج لازم تستعمل المعجون اللي بيه فلورايد. فلورايد. لازم تستعمله هذا وتعرف شلون تستعمله وطريقه التفريج تكون صحيحه. الفرشه مالتها يفضل ان تكون ناعمه حتى ما تاذي نفسها، لانه هي راح تفرج عدد اكثر من المرات. اوكي. فراح تحتاج انه فرشتها تكون ناعمه. خيط الاسنان ضروري. استخدام الغرغره، بس غرغره لازم تكون خاليه من اي نوع من الكحول. اوكي. تمام. يعني تستخدمها بصوره صحيحه وخاليه من الكحول. شغلات اضافيه ممكن تسويها، قلنا تروح طبيب الاسنان وتسوي تنظيف. ممكن تضيف فلورايد على الاسنان، هذا هم يفيدها. خلال التنظيف تروح تضيف هذا الفلورايد؟ خلال التنظيف، بعد التنظيف تضيف فلورايد، او ممكن تاخذ تاب يعني حبوب، بس هاي ما متوفره هوايه هالتابات. تمام. الشغله الثانيه مثلا احنا قلنا البي اتش هواي ياثر على التسوس حتى للشخص العادي، فممكن انه احنا نحافظ على البي اتش مالت الفم مالتنا. شغلات كلش بسيطه، يعني مثلا اذا تريد تاكل شيء حلو او اشتهيت شيء حلو خلي تاكله ماكو مشكله، بس خلال ساعه زين. أوكي. بعدها تقدر تسوي غرغره او تفريج حتى يرجع البي اتش طبيعي، او اذا يعني ما قدرت تسوي غرغره ما قدرت تسوي تفريج، شيء بسيط مثل لبن جبن، هذني الاشياء تاكلها ترجع القاعديه والحامضيه مالت اللعاب شكلها الطبيعي. يعني احنا قلنا الحامضي هو اللي راح يسبب التسوس، فاحنا نريد نرجع يصير قاعدي، فالاجبان هي اللي تساعد انه يرجع يصير قاعدي. فبهالحاله ما راح تخلي البكتيريا انه تشتغل داخل اسنانها. زين هاي الاجبان فتره الحمل يصير الحامل مثلا تحط تقويم او حشوه او من هاي الامور؟ احنا عندنا قلنا الاشياء اللي ممكن تسويها الحامل هي الاشياء الضروريه فقط، بس اللي ذكرتيها حضرتك، بس اللي ذكرتيها يعني ما يصير يعني تحط تقويم مثلا؟ لا هو يعني هي ما مستعجله، هي الفتره اللي فاتت كلها ما سوت تقويم، ما جتي على الحمل حامل. ما جتي على الحمل، يعني تقدر تنتظر بعدها تسوي تقويم. هي كعمليه للاسنان احنا ما عندنا اي تاثير بالنسبه لشغل الاسنان على الحامل. بس اكو شغلات بالعياده لازم واحد يسويها. اول شيء هي الشغلات اللي هي بروتكشن بروتوكول، اللي هي المفروض لكل مريض تسوى، التعقيم، طريقه الشغل المريحه، هذه الاشياء.
شغلة ثانية مثلا عندنا مريضة يعني مراجعة حامل. اي نعم. تمام. جتي عندها ألم ولازم تشتغلين بأسنانها. تمام. فبهالحالة انت ما راح تقولي لها روحي انت وألمك وحيري بنفسك وباراسيتول وخلاص. لا، الأحسن نشتغل لها. فشلون نشتغل لها؟ الشيء اللي خطر انه احنا عندنا البنج مو خطر، البنج كلش عادي تاخذه. لانه خصوصا انه اكو بنج خاص للحوامل واللي عندهم ضغط. تمام. او حتى البنج العادي بس بكمية محسوبة همينه ممكن تاخذه. اللي راح يخوف انه اذا كانت هي مثلا خوافة، طبيعي بالاسنان اكثرية الناس كل يخاف، الكل خوافين. فاذا كانت مثلا خوافه راح نحاول نهديها قبل الشغل. ثاني شيء الطريقه اللي راح تقعد بها على الكرسي الاسنان. يعني ما يصير هي تقعد مثل حالها حال اي مراجع ثاني. مفروض من تقعد خصوصا بالاشهر الثانيه الاشهر الاخيره يعني اخيره اخر 6 اشهر يعني الوسط والاخيره. من تقعد على الكرسي المفروض تقعد على تكون متمدده كامل ومقلوبة على الجهة اليسرى. تمام. ليش نخليها على الجهة اليسرى؟ لأنه عندنا إحنا هاي يعني تأذى ممكن أرتري. ها أوكي. أوكي. شرايين وأورده يعني. إذا صار ضغط عليهم راح يأثر عليها، راح يسوي لها ضغوط بالضغط، وممكن يسوي لها إنه ليبر يعني الجهة اللي يجي يعني ولادة مبكرة. أوكي. يعني حتى النومة إلها حتى القعدة فلازم القعدة مالتها تكون على الجهة اليسرى. حتى بالحياة الطبيعية لازم تكون على الجهة اليسرى؟ لا، احنا أهم شيء هي شلون يقولون نام على الجنب اللي يريحك، هي شلون ترتاح يصير عليها بس يم الأسنان؟ يم الأسنان لأنه قعدة طويلة راح تصير. تمام. فراح نسوي قعدها على جهة اليسرى تكون مرتاحة. مرات نستعمل نخلي مخدة مثلا بين رجلها يجي حتى تكون مرتاحة أكثر لأن الوقت طويل. نسوي العملية الضرورية لها مثلا الألم نشيل السبب مالته. أوكي. زين. بهالحالة راح نخلص إنه من هاي المشكلة لحد ما تخلص فترة الولادة مالتها وترجع لنا نسوي لها الشغل الثاني. تريد تسوي تقويم، تريد تسوي بدل أسنانها كل لازم تسوينها. عندنا شغلات ثانية مثلا يقولون اكو شغلات ضرورية تجميل، مثلا هي حامل تعرضت إنه صار لها شيء أسنانها تكسرت من قدام. بالضبط. هاي السؤال شو تريد أسأله. إيه؟ فبهالحالة مثلاً نقدر نسوي لها حشوة تجميلية كلش عادي، ماكو أي مشاكل. ما تأذي. نقدر نسوي لها سناب أون سمايل، أنتوا حكيتوا عليه مرة. اللي هو الهوليد سمايل المتحركة. المتحركة. تمام. هذه همين نقدر. تفيدها ما تأذي نهائياً. هاي ما تأذي ومجرد طبعة بسيطة راح ناخذها ما تطول دقيقتين. تمام. تروح للمختبر ترجع إنه هاي مجرد شكل راح يكون لها. أوكي. شغلة ثانية نريد نحكي عليها هي تأثيرات التهابات الأسنان على الحامل. يعني أيه. تأثيرات مو بس الحمل على الأسنان، هسه تأثيرات الأسنان على الحمل. أوكي. أوكي. إذا مثلا يقولون إحنا هي لثة وأسنان ومو مشكلة. أوكي. يعني عادي خلي تلتهب، خلي أسناننا نتحمل تتكسر خلال هاي الفترة. بس الشيء اللي مهم المفروض الواحد يعرفه أنه الالتهاب بصورة عامة راح يفرز وياه شغلات ثانيه. عندنا بروستاجلاندين. تمام. هذا الشيء راح يخلي يصير عندها ولاده مبكره، يعني الطفل بسبب الالتهاب راح يجيبنا بروستاجلاندين. بروستاجلاندين يصير من هي الحامل اللي تريد تولد راح يطلع هذا الهرمون. اوكي. بس بالالتهابات هم يتكون، فهذا يكون مثل الاشاره للعقل انه هسه وقت صار التهاب عندك. ما يقول انه صار التهاب، لا، هذا الهرمون موجود بالجسم فهسه هذا الوقت ان احنا لازم الطفل يطلع. اوكي. فهذا راح يسبب شنو؟ انه ولاده مبكره. الولاده المبكره مو بس تاثر على الام، تاثر على الطفل لانه هو خصوصا يجوز ما متكون كامل. تمام. وهم تعرفون يعني اكثر الاطفال اللي يجون مثلا بالشهر 7 وهيك يبقون حضانات او هيك شيء. خدج وهالامور. إيه. فلازم واحد يتجنب هذا الموضوع. إذا لازم الحامل يعني حتى إذا ما حست بأي إحساس اتجاه أسنانها المفروض هي تراجع دكتور، ممكن تكون أكو تجنب للمشاكل. طبعا دكتورة شكرا حضرتك، شكرا على هذه النصائح اللي قدمتيها إن الكل حامل حسب تشاهدنا أكيد استفادت من الموضوع. شكرا حضرتك. شكرا.